ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض شرائح خبز بثلاث مكونات اساسيه. شرائح خبز اقتصاديه كانت سالي فؤاد عاملاها، فطبعا حبيت اعملها لكم. لو انت اول مره تشوفي فيديو ليا، ما تنسيش تشتركي في القناه ولايك وشير وتفعيل الجرس عشان تشوفي كل جديد. انا عامله شرائح الخبز دي صغيره، يعني بحيث ان انا اخد منها كده زي ما انا حاطه جبنه طماطم، جبنة جودة، جبنة أي نوع جبنة أنتي بتحبيه. لو جوعتي بين الوجبات دي حاجة صغيرة جدا. وطبعا في الفيديو هوضح لكم الشكل اللي أنا عاملاه ازاي ده بالطريقة وكل حاجة، فتابعوا الفيديو للآخر. بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الوصفة اللي كلنا بنحبها، طبعا بتاعت سالي فؤاد، شرائح الخبز المشبعة. بس دي بثلاث مكونات اساسيه، بس مش زي شرائح الخبز اللي في الثانيه كانت مكوناتها كتير. فساري ربنا يبارك لها، يعني عملت شرائح الخبز دي بطريقه اقتصاديه، عشان لو ما عندكيش المكونات دي، لو انت في اي بلد تانية غير مصر او في مصر، برضو المكونات بتاعتها بسيطه قوي قوي، ما فيهاش اي حاجه، وبتطلع برضو جربتها طعمها حلو برضو قوي. فانا هقول لكم المكونات معانا الاساسيه ايه. انا عامله نص الكميه، تمام؟ انا عامله يعني الكميه الاساسيه بتاعت سالي فؤاد، انا عامله نصها بالظبط، لاني انا هعملها مش زي شرايح كبيره، لا هعملها بالقطاعه الصغيره القلب دي، هاخدها كده ايه زي البسكوت يعني، تمام كده، لاني انا في الحمل مش باكلها قوي بصراحه غير قبل الحمل يعني. فهعملها زي ما قلت لكم بالقطاعه الصغيره دي، على اساس ان انا يعني ايه يعني القط منها، جعت مش عارفه ايه، حته جبنه صغيره، فالقطعة دي هي الصغيرة دي، لو حطينا عليها حتة جبنة مع شرايح خبز مش بقى يعني ولا حاجة يعني، تمام. فانا هقول لكم بقى ايه الكمية، ايه المكونات الاساسية. طبعا هنا معانا شوفان مطحون، انت تطحنيه في الخلاط، لو انت ما عندكيش الكبة ممكن تطحن عادي في الخلاط عادي جدا، انا طحناه في الخلاط، تمام كده. معايا كوباية شوفان، هو المفروض كوبايتين، بس انا عاملة نص الكمية زي ما قلت لكم، يعني المكونات دي نصها، انتوا لو عايزين تعملوا اكتر بتضاعفوا الكميه دي، تمام كده. معايا بقى ايه الاساسي، كوبايه شوفان واحده مطحون، تمام كده، ومعايا معلقه زيت واحده، المفروض تبقوا اتنين، انا حاطه معلقه زيت واحده، ونص معلقه عسل، ونص معلقه خميره، تمام كده، ونص كوبايه ميه دافيه عشان ادوب فيها الخميره والعسل. ومعايا ايه بقى الزيادات، لو انت حابه تحطي، لو مش حابه خلاص براحتك، بس الاساسي معانا برضو بذر الكتان. يعني الاساسي معانا ايه، الشوفان وبذر الكتان والخميره والعسل والزيت، طبعا الزيت والخميره والعسل دول موجودين في كل بيت يعني. فالاساسي الشوفان وبذر الكتان والثلاث حاجات دول، خميره عسل زيت، طبعا هكتب لكم المكونات في الديسكريبشن زي ما احنا متعودين. ومعايا نص كوبايه ميه دافيه. الحاجات بقى الاضافيه اللي انت ممكن تحطيها ايه، انا حاطه هنا جنين قمح، عندي جنين قمح فحاطه جنين قمح، ما عندكيش جنين قمح مش مشكله، حاطه زعتر، ما عندكيش زعتر مش مشكله، وطبعا رشه الملح، عندك ينسون، عندك شمر، عندك كاري، اي نكهه انت بتحبيها ضيفيها، تمام كده. بس كده هي دي الحاجات اللي احنا هنحطها. ممكن تحطي حبه البركه، ممكن يعني انتوا طبعا فاهمين البهارات عندنا ايه، اللي انت حابه حطيه، انا قلت لكم الاساسيات بس، تمام كده. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. هندوب في الميه الخميره كده، وهندوب العسل، بصوا مكوناتها سهله سهله قوي يعني، بجد ربنا يبارك لها، يعني ان هي ما عقدتش الدنيا للناس وعملت لهم الحاجة اقتصادية. وهي كده دابت، تقوم بقى في الجولة، تمام كده، كده انتوا شايفين. اه تمام. هحط بقى الشوفان المطحون على المية، بصوا كله في بولة صغيرة، حتى ما عملتش في بولة كبيرة ولا حاجة، تمام كده. وهننزل بمعلقة الزيت الواحدة، وهننزل بالمكونات دي كلها مرة واحدة على الخليط، بس كده، وهنقلب بقى كل ده كده.
لقيتي العجين عايز لسه كتير طري بيلزق، حطي دقيق شوفان. تمام كده، بس كده يا بنات انا عندي هو الخليط بقى حلو، هفرده بقى معاكم. تمام كده اهي، هفرده بقى معاكم وهقطعه وهوريكم شكله دلوقتي بعد ما يخلص. فردت العجينه، بس العجينه حلوه قوي، انا عامله كميه صغيره زي ما قلت لكم، لان انا هعملها زي كده الحتت الصغننه، يعني حاطه عليها حته جبنه لو جوعت في وسط النهار بدل ما لخبط كده. هوريكم طبعا شكلها ازاي، انا هحط الطبق عندي على السفره وهيكون شكله ازاي جاهز وباكل منه ازاي. هندهن بس السطح الرخام رشة زيت بسيطة جدا. تمام كده، رشة كده معلقة صغننة قوي يعني مش كتير. تمام، وهنفردها كده بالنشابة بس كده. هنجيب بقى شكل اي شكل عندك، قلب، حرف، اي حاجة اهو كده. بس كده يا بنات، وهنجيب بقى الصاج بتاع الفرن برضو برشة بمسحة زيت كده، وهنطلع العجينة كده بكل سهولة بأي سكينة عندك أو أي حاجة بكل سهولة كده. تمام اهي، بص بتطلع معانا بكل سهولة اهي. تمام كده حبايبي، فشايفين انتوا اهي، جربوها يا بنات. شرايح الخبز دي عايز تقطعيها طبعا انتي مدور، عايزه بقى تعمليها كبير تضاعف الكميه، ده كله طبعا بيرجع لك انتي اهو كده. هرصه تمام كده، هرص بقى باقي الصاج كله، هفرد العجينه يعني هخلص الاشكال دي وهفرد العجينه الباقيه وهملى الصاج كله، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، وهوريكم بقى شكلها النهائي لما تخلص. تمام كده، خليكم بقى معايا. عملتها، عملت لي الصاج ده كله. تمام كده، هو ده اللي انا محتاجاه، هو الصاج ده يعني حلو هيكفيني عشان برضو ما اقعدش اكل منها كتير، كل ما تخلص اعمل. فانتي حابه تعملي المقدار اللي انا عملته، حابه تعملي المقدار اللي هو الاساسي اللي هو كوبايتين شوفان بدل كوبايه، برضو ده اللي يريحك. انا هكتب لكم الاساسيه، المكونات الاساسيه، وهكتب لكم كمان المكونات اللي انا عملتها دي. تمام كده، انا كده خلصت اهو الصاج، هدخلها بقى على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص تحت وفوق، تستنوه كده ايه لما تحسوا ان هو لونها بقى ذهبي كده عشان ايه تبقى مقرمشه كده وطعمها حلو. تمام كده، بس كده. فاستنوني بقى لما اقدمها لكم ازاي، ولو انت طبعا اول مره تشوفي القناه او فيديو ليا، ما تنسيش تشتركي في القناه ولايك وشير وتفعيل الجرس عشان يجي كل فيديو بعمله، وتجربوها وان شاء الله هتعجبكم. واكيد طبعا كلنا جربنا الشرايح اللي فاتت بتاعت سيف فؤاد، فدي حلوه اقتصاديه للناس اللي مثلا ما فيش بقى حمص الشام، ما فيش مثلا قشر تفاح، ما فيش الحاجات دي كلها عندك، ممكن تعملي دي هي بالظبط وحلوه. فجربوها وان شاء الله تعجبكم، واستنوني بقى لما نخلصها.